وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة يترأس حفل التسليم المدرسة التركية التشادية رسميا للحكومة التركية. هذه المناسبة كانت بحضور السفير التركي لدى البلاد. وزيرة المرأة وحماية الطفل والتضامن الوطني تقوم بزيارة ميدانية لبعض المناطق بإقليم البحيرة للوقوف على الأوضاع الاجتماعية هناك، يأتي ذلك على هامش زياراتها للإقليم. نادي روتاري الدولي بالتعاون مع قيادة البرخان يقومان بتقديم هدايا لتلاميذ مدرسة لياف سابا الكائنة بقرية رأس الفيل. المناسبة ترأسها رئيس نادي روتاري فرعجان. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية. ترأس وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد غزالي أصيل مناسبة تسليم المدرسة التركية التشادية الكائنة بحي الدجيل إلى الحكومة التركية. كان ذلك بحضور السفير التركي لدى تشاد سعادة أرديل صبري. إشراق عبد الله. سعيا لتحسين نوعية التعليم بالبلاد، جاء اليوم حفل تسليم مدرسة مجمع المعارف التركي التشادي بموجب القرار الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2017 لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة. وعلى هذا المنوال تحدث المدير النائب بمجمع المعارف التركي التشادي لولا علي شوا بأن قرار إرجاء هذه المؤسسة التعليمية التي تعمل من أجل النهوض بالتعليم ورفع مستوى التلاميذ حتى يكونوا قادرين على تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات الحياة. سفير تركيا لدى البلاد سعادة السيد أردال صبري أبدى سعادته اللامحدود للحضور في ضم هذه المؤسسة التركية تحت رعاية وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة للاستمرار في العملية التربوية. كما أفاد السفير بأن تشاد وتركيا دولتان تربطهما علاقات أزلية في مختلف المجالات والاهتمامات المشتركة، منوها بأنه يجب على المجمع احترام القوانين والنظم المعمولة في البلاد حتى يسير العمل بالصورة المطلوبة. وجينا كلمناهم قلنا لهم شيء بخير ما فيه، الدراسات في المدارس تمشي جيدة، وهم كل كلمونا قالوا يعملوا جهودهم. وفي نهاية المناسبة قام كل من الوزير والسفير والوفد المرافق لهما بتفقد الأقسام المختلفة التابعة للمجمع.